يعني كلها عشان يعني فلوس. كل حاجة بقى، كل حاجة هي ما بتتقالش كده، بيتقال لك انا باكلهم احسن اكل واشربهم احسن شرب، دي حقوقهم. ممكن على فكرة مش كده، ممكن على ان هما بنات ودول بناتي مش بناتها، وانا احق بيهم وانا الراجل. يعني مفيش فيه راجل بيعمل كده، راجل تصورات دايما غريبة جدا بيتعامل مع الولاد على ان انهم هما ولادها، سلاح، اصل هما سلاح لو ولاده. الضهراء، ايوه العمال ليه، الغز فيها، ايوه ليه، ان ما هو احنا في برضه ليه، معركة وان دول لان هما عارفين السبايا فعلا. اهميتهم بالنسبة لنا. طب فعلا. انت ايه وبعدين اللي انا اتغير في رأيي شخصيتك يا فاطمة؟ يعني ايه اللي اتغير في بعد القصة دي؟ انا شايفة ان دي حزن، منحة من ربنا، محنة، منحة منحة، منحة من خلال محنة عشان اقدر ابقى اقوى، لان احنا كنا 3 اطفال انا وهما، انا محتاجة ابقى اقوى عشان اعرف اعدي بيهم، كنتش اعرف اعدي بيهم بالروح القديمة. انا اللي كنت موجودة زمان او من سنة، كنت معتمدة ان بابا موجود فانت طفلة طبعا. انا مش يعني انا المهم البنات، يعني انتي انت مين موجود حياتك. في حياتك او اخو عندك اخوات ولاد؟ مين اللي ساندك يعني في ربنا. الحياة؟ غير طبعا ونعم بالله. ودعوات ماما، مامتك موجودة، أشخاص، أشخاص حقيقيين موجودين حواليكي. ربنا، ودعوات امي. واضح انه ما فيش حد، يعني واضح ان كمان في خذلان من اشخاص اخرين في حياتك. طيب دي اتفضل يا دكتور. هو شخصية الراجل، بس بالظبط معلش، بالظبط شخصية الراجل اللي بالظبط، بيعمل كده دول ده في ايه؟ راجلين هم انا عايز، ما هو بس نفس الطريقة نفس لا يا الأداء. سوير، ده حاجة وده حاجة. يعني في النهاية احنا ماشيين في نفس الاتجاه. انا بس عايز اقول انه ما فيش حاجة بتيجي من فراغ، ولو كل واحدة فيهم رجعت نفسها شوية والأحداث اللي حصلت مع جوزها هتلاقي ان هي هتلاقي كان في انه كان في مؤشرات. علامات بتحصل أول الجواز طبعا وبتظهر شوية بشوية، بس انت بتطنشي او بتكبري دماغك علشان عشان البيت البيت والبنات، وعلشان مش مهم قوي. او بالنسبة يعني لمي عين الحب مش شايفة غير كل الحسنات، ومش او شايفة الانسان اللي بيعمل كده ذكي جدا ومش بيبين ممثل انه باهر. كده. مش ممكن يعني مثلا الراجل اللي فجأة تلاقي نفسك متطلقة ده اكيد كان بيعمل حاجات من غير ما ياخد رأيك فيها، حاجات تانية غير الخيانة، غير الخيانة. حاجات تانية بالظبط، بيعمل حاجات من غير تعامل، يدخل في مشروع شخصي من غير ما معاك. يقول لك. في يعني حاجات، في حاجات مثلا في حاجات، بعد اللي حصل ده قلتي كان ده بيحصل وانا مش واخده بالي؟ في حاجات بعد اللي حصل انا رجعت كل حاجه، قلت فعلا كان فيها علامات انا كان لازم اخد بالي منها، انا اللي ما انتبهتش. زي علامات كتيره لازم اخد بالي منها، زي حاجات نرجسيه، احساس لا بالانانيه، احداث ايه احداث انه لا انه في حاجات ليها اولويات عن حاجات تانية، في حاجات تتبدع عن حاجات، فاهمه قصدي ايه؟ يعني ما كنتش في الاولويه. انت يعني مش ان هو اولويه، عنده لا ما مصلحته كنتش في اولا. الاولويه، كنت انا اللي حطاه في الاولويه، ما كانش هو حاططني في الاولويه. لكن هو شغله وعلاقاته شغل، وحياته علاقات، الشخصيه، سفر، حاجات، سفره ده بالظبط ده كده، هو ده اللي كان واخد اكتر وقت فلوسه واهتمامي. في حته بالظبط، وانت في واهتمامي. حته وما تعرفيش عنه حاجه. لا لا بالعكس، هو عنده مطعم في الرياض وانا اللي كنت بدير المطعم بتاعه ده لاكتر من سنه. وماله، سنة مش حاجة كبيرة يعني. ما هو من أول ما فتح المكان يعني في لغاية الآخر ما أنا اختفيت فتقريبا أكتر. فاطمة أنت بتقولي في حاجات أنا خدت بالي منها، زي إيه يا فاطمة؟ هو ما كانش مسؤول يعني. من وأنت مخطوبة له؟ لا طبعا، لا طبعا، من أول ما بقى فيه أطفال ابتديتي تلاحظي هرب من المسؤولية. بالظبط، أنت بس راح بتشتغلي؟ في البيت التاني عنده مسؤولية وعنده ولد تاني ولد من وبنت. الست كمان، ولد وبنت. طيب يعني هو ما كانش مسؤول معاك، لكن هو مسؤول مع واحدة اي تانية. داوت، انت يعني كنت عارفه كده؟ لا انت هو كنت عارفه انه ما كانش مسؤول؟ لا، ده ابتدى يظهر في، يعني كل ما البنات بتكبر كل ما الموضوع بيبقى واضح جدا قوي، لان دول بنات ومحتاجين وجودك في حياتهم. كون ان انت عايز تتعامل على ان انت ATM وكتر خير الدنيا هي دي حقوقه عندي، لا. هل انت كنت بتبكتيه كتير مثلا، تتخانقي معاه كتير ريجاردنج خلي بالك للبنات من البنات، انت لما فين، مش كبروا، موجود، حياتي راحت، طب اشتغل. لما كبروا ليه ما فكرتيش تشتغلي انت دكتورة اسنان؟ ابتديت اشتغل بعد المشاكل طبعا، ليه مش قبلها؟ عشان ولادي كانوا صغيرين جدا. ولا مرة حسيتي انك ممكن تعملي كومبرومايز ما بين ده وما بين ده؟ لا، لما بناتي كبروا، بس انما وهما صغيرين كان هما ال هو ما كانش عنده مشكلة في انك تشتغلي حتى من لا بالك صغيرة. لا، ما احنا ما دخلناش في الديبيت ده اصلا، انت كنت واخده بالك، انت كنت واخده مقرر انا هقعد لبناتي. لان هما كانوا صغيرين.
كان في بينكم مناقشات على المستقبل ولا هو خالص؟ هو عنده مستقبله هو بس. طب يعني هو عنده درجه من الانانيه واضح يعني كبيره. ما هو لو ما عندوش درجه من عنده الانانيه، وفره من الانانيه، ما كانش قبل ان اولاده ان بنته ما تدخلش الامتحانات حتى لو ايه اللي هيحصل. انتوا جواز صالونات ولا جواز حب؟ حب يعني كنتوا بتحبوا بعض؟ اين أوي. ذهب الحب؟ ايوه ما هو حبيب، ما هو راح حب تاني. اوكي، هي حبها لفتره وبعد كده خلاص. طبعا حب امتلاك. لا حتى لو حب امتلاك ما كانش طلاق غيابي. لا خلاص، ما اللي بعده بقى الاكسبيرينس الجديده. لا هو حب مراحل، هو عابر، هو الحبيب طبعاً. العابر كده. ممكن. مش المستقر. ممكن ممكن، بس انا عايز ارجع تاني واقول برضو الستات علشان الازمه بتاعه الترك المفاجئ او الترك الغير معلوم محتاجين يبقوا واقفين على رجليهم، يكونوا مستقلات، يكون عندهم حياه اجتماعيه داعمه وثابته من الاصدقاء. يعني دي رسالتك ليهم ولكل طبعا الستات طبعاً اللي اتطلقوا او مروا بنفس الازمه دي او اللي لسه ما مروش، انه يبقى عندك حياه، يبقى عندك كارير حتى لو هتوقفي شويه عشان الخلفه، يبقى عندك اصدقاء 3-4 صديقات مقربات، يبقى عندك علاقات قويه بعيلتك، لو اخواتك مش كويسين يبقى عندك علاقات قويه بخالتك بعمتك حضرتك بعمك بخالك. الحاجات دي اللي فادتني لازم يكون الكلام ده موجود. انا عندي كارير وعندي اهلي وعندي بالزبط. اصحابي هم دول اللي مش فادوني هتتهزي فعلا. الحاجه الرابعه اللي مهمه جدا ان احنا ما نطنش بقى العلامات، يعني في علامات كده على الطريق بتقول انه في حتى لو مش حاجه كبيره، مش خيانه، مش عارف، بس في علامات، مش عارف، ما اعرفش في حاجات اقصى من الخيانه والله، انه فجأة طبعا يبقى سيء يا دكتور. ما فجأة بيخاصمني انه نرجسي بامتياز، دي حاجات كلها في نفس قسوه الخيانه ان لم تكن اقصى، لان ممكن حد يروح في نزوه ويرجع تاني يندم، لكن الحاجات دي ما بتروحش لانها في الطبع ما بتتغيرش. بالظبط، اعمل وقفه واشوف الحاجات دي اصيله ولا مش اصيله، وممكن لو الموضوع كبير اخده واروح لحد نقعد معاه. مش هعمل كده، هقوم من النوم الاقي نفسي في الصحراء زي ما انت بتقولي. طيب ماشي، ولما يرفض ان هو يروح لحد مش لازم يروح، انا بقول لك اعمل وقفه واقول له يا ابني الناس في 1 2 3 4 5 6. ده في خيالك انت يعني؟ ايه في خيالك انت؟ هو كان بيقول لها يعني ما فيش اي حاجه من اللي انت بتقوليها. تدخلي حد كبير بقى يعني. خلاص، ما هو احنا دلوقتي وصلنا لنقطه الا عوده، صح؟ يعني هو لو عاد معتذرا اكيد انت مش هتقبلي وهو مش هيعود. النوع ده بيخرج ما بيرجعش. وحتى لو رجع، طب لو رجع لك البنات وقال لك انا اسف؟ لا، هو يقول اسف لبناته اللي انا مش فاهمه قدام شويه هيقدر يبص في عينيهم ازاي؟ بس الكذب مش هيطول. ان انا اقول لهم امكم رمتكم زي كيس الزباله والكلام الغريب ده عشان الاطفال يتدمروا نفسيا فانت تتدمري ان ريتيرن، مش هيفضل. هتقدر ازاي تبص في عين بناتك كمان 2 3 سنين؟ هتقول لهم سوري كنت بخلص؟ لا، وتضييع السنه ليهم منهم تحت يعني تحت بند هما اللي مش عايزين. هي دكتور جامعه يعني، هو بيقول اي حد بيحاول يتدخل هما اللي مش عايزين. مش ايه طبيعي اطفال فجاه بلا ريسبونسابيلتي، ما بصحاش الصبح، ما عنديش مدرسه، ما عنديش تاسكات بعملها. انا ليلى بنتي ال 13 السنه اللي فاتت على الجمهوريه بطلت جمباز، كل ده راح في ثواني، يعني هي حرفيا ايوه برضو انا